اجاني امر يوم 8 بالليل انه انا وضباط ركن، اخذ معي ضابط ركن، اروح الى سوريا. قلت له طيب انا اروح الى سوريا شو اسوي؟ قطعات ما وصلت، توصل بعد يومين ثلاثه، يلا توصل. قالت روح هناك تشوف معمر اسكان الجيش، كان اسمه التايه النعيمي، كان قدامك رايح، هو فعلا كان قدامي رايح، وهناك تاخذ التفاصيل من يمه. خير ان شاء الله. زين شلون اروح؟ سياره بشنو؟ قال لا، تطلع من الشتري من بغداد الى الشتري بطياره ومنك بسياره. فباليوم الثاني اطلع شفت اللواء المدرع دي يحمل على الدبابات بالفجر، يعني ورا صلاه الصبح كان دي يحمل الدبابات على الناقلات. انا تحركت بسياره، اخذت معي ضباط اثنين، واحد ضابط استخبارات الفرقه والاخر ضابط ركن ثالث حركات. هذا الولد ابو الاستخبارات كان على كل ضباطهم اثنين ضابط ركن ابو الحركات، ابو الاستخبارات لا مو ضابط ركن. المهم طلعت بسياره من تكريت الى بغداد للدفاع، رحت على مدير حركات كان الله يرحمه اللي هو ركن عدنان عبد الله عدنان احمد الجبوري. قلت له الموقف في سوريا؟ قال الموقف زين، بشر بخير. هذا الكلام يوم 9 صباحا. معلوماتي هناك شلون المعامل اتصل؟ قال لي هناك عميد اسماعيل وشوف. تحركت رحت للمطار، ركبت بطياره هليكوبتر الى الشتري. من الشتري انا كنت داس سيارتي قبل يوم وتروح الى الشتري تنتظرين هناك. فمن هناك ركبنا بسياره من الشتري الى سوريا. فبالسيطره قلت يا بدي اشوف القياده العامه، انا فلان جاي قطعات من العراق قائد فرقه المدرعه الثالثه، بدي اشوف وصلوني للقياده العامه. سوريا؟ سوريا هذه بالسيطرة قريب من دمشق. المهم مشت قدامي الموتوسيكلات اثنين ولد وداني الى امر انضباط العسكري، والله نسيت اسمه، لكن هو عضو مكتب عسكري، هذا كان هناك عضو مكتب عسكري بسوريا. بسوريا قلت له ابغاني فلان، ولد رجل رحب بي حقيقه وكان ترحيبه محترم. ف قلت له الموقف، حكى لي الموقف عنده تفاصيل كامله. هو قلت له شوف القياده خابر، قال له ينتظر بالنادي العسكري القديم، هم عندهم ناديين عسكريين قديم وجديد، القديم عرفه. اجاني قبل هذا يوم 9 قبل الغروب، انا تحركت الصبح من بغداد من تكريت، اجاني قبل الغروب بكون بحدود الساعه، نسيت اسمه، كان قائد الفرقه الخامسه الاليه بالاردن في سوريا جنوب سوريا، من كان الجيش العراقي في الاردن. نعم. انا كنت رئيس اركان، يسموه فرقه خامسه ميكا ميكانيكيه، هم يسموه اليه. هو خط ضابط سوري، سوريا هو خط ضابط اجاني. وبعدين نقل الى امر كليه الاركان، من صار بدات الحرب وزعوا كليه الاركان، فهو كان اتصور اعتقد كان معاون مدير عمليات. المهم التقيت بضابط، اجاني الضابط الى النادي العسكري، اهلا وسهلا، رحب بي رجل، قال لي ايش تدري من عندني؟ قلت له انا فلان قائد فرقه، مو انا اريد، انت ايش تريدون من عندي؟ طبعا هذا مكتوب انا كاتبها، ايش تردوا انتم من عندي؟ وين؟ التهاني بكلام عام عن الحرب، قال لي بكره اجيك انا بالعشرة الصبح. اجانا ثاني يوم الصبح، طبعا هالكلام مع ضباط ركن مالي قاعدين اثنين هم. اجاني قال لي توكل على الله، كنت عميد انا ذاك الوقت. رحنا الى الجبهه، هم يستطلع المنطقه وهم اسماعيل تاه النعيم، ما التقيته؟ لا ما التقيته. قلت اسماعيل وين؟ قال والله يمكن رجع للعراق.
خير ان شاء الله. ضباط ركن معي، فطلعنا الى الجبهه، قال لي الاهداف مالك تل الفرس وكفر نفاخ. قلت يا سياده اللواء انا عندي راح يجيني اللي قدام يعني مقدمه للفرقه، لواء ناقص وناقص كتيبه لانه مدرعات ناقلات دبابات ما عندنا، ولا ما ممكن تجي 1200 كيلومتر عشر الدبابه. قال لي هذه الاهداف. قلت له ما يخالف، انطوني قطعات من عندكم واني قائد، انتم قودوا وانا اشترك وياكم، بس ابغى نعرف المنطقه. يعني عندك فكره عن المنطقه اللي قال لك اياها الاسماء؟ هاي اسماء المناطق جغرافيا تعرفها، طبوغرافيه الارض. ممكن تامر اللواء الاول، واللواء الاول راح الاردن ذكرت لك بالحلقه السابقه. صدر امر انه قائد الفرقه المدرعة الثالثة اللي هو كان حسن النقيب، حسن مصطفى النقيب، توفى الله يرحمه قبل شهرين او اكثر، اجى امر يستطلع المنطقه الحدوديه العربيه الاسرائيليه، سوريا مع اسرائيل والاردن مع اسرائيل. هو رئيس اركان، انا كنت رئيس اركان مع امري الالويه. المهم كنت شايف المنطقه، يعني شايف المنطقه بالتفصيل، عرفت المكان اللي قال لك عليه هاي قدامي بالعين مجرد اشوفها ونعرفها يعني. طيب اعطاك قوه سوريه؟ لا 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 لا، اعطاني قوه سوريه وصدر الامر وانتهى الموضوع. اذهب انت وربك فقاتله. احنا واقفين لا تناقش مع ضباط الركن، قلت هذا ما معقول، ادمر الفرقه ادمر اللواء هنا. اجى ضابط سوري، كان معايا ضابط اخر ارتباط هم اسمه موجود بالمال حرب تشرين، ما اذكر اسمه هسه. اجى ضابط سوري اخر سلم على هذا ضابط الارتباط اللي معي، كيفك ما كيفك كذا معه، سالت يعني ها من طاني هدف تل الفرس وكفر نفاخ على اساس هي بيد السوريين، يعني مسيطرين عليها السوريين، أنت السوريين تمسك الارض. سألت الضابط هذا، قلت له الهدف تل الفرس بيد من هسه؟ قال يا سيدي بيد الاسرائيليين. اذا استعادوا؟ قال لي فمن استعادوا تل الفرس يعني قبل كفر النفاخ، فاذا كفر النفاخ مستف زين شلون انت مهمتك اذا ان تحررها؟ تغيرت الحاله، شلون احرر؟ ليش احرر؟ فرقه ما تكفي، مو نعرفها يعني كعسكري، فرقه ما تكفي.